السلام عليكم. استاذ اي مكان جاي؟ باكستان. وعليكم السلام. من اسمك؟ محمد. من اسمك؟ وات يور نيم؟ محمد. ابنكم ما يسمعون؟ نو 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 ابد. طول شو يقول؟ يقول ما يسمعون. ما يسمعون يحكي شوي قليل. ابد ما لا ابد ما هسه ان شاء الله يطيبون ان شاء الله. قول هسه باكستان يقول هسه يسمعون ان شاء الله. ابيو شو كل لك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هسه يسمعون بإذن الله. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أهل التوحيد ارجعوا إلى القرآن والسنة. يا رب اشفي من تشافى يا الله. بسم الله. تسمع؟ يقول ما يسمع. تسمع؟ يقول ما اسمع. حسين شوف يقول ما اسمع. انت تعرف يقول ما اسمع. ايش بس يسمع؟ واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني. الله. تسمع؟ استاذ قول لي هذا الباكستاني تسمع؟ يقول اللهم صل على محمد. شويه اسمع. واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني. اشفي باذن الله تعالى. تسمع؟ هذا يقول ما اسمع. تعالي هنا بنتي. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خواجي أمك يبدون يخل. تسمع؟ تسمع؟ اللهم صل على باصر. هذا الشيء بدا يخل. أوجيبه الحمد لله. الله عز اسمع. أستاذ اسمع. الحمد لله. قل الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اشفي يا الله يا الله. تسمع؟ قول الله اكبر. شو يقول استاذ؟ نعم يقول اسمعون. اللهم قل الله. الله قل الله. اسمعون؟ ايدك ترسل. تسمع؟ طولا زلطه نيه. اسمع طولا. الحمد طولا طولا. قل الله الله الله. الله. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريضت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني. أحمدتي رفع راسك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قل لي الأستاذ قل والله. اللهم صل على محمد. لا قولوا الله الله. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. يلا قل الله. قل الله الله. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. ان شاء الله هذا الطاب ان شاء الله ويطيب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ ما مستخلص.